أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رائد أعمال ورجل أعمال مميز من جمهورية مصر العربية الحبيبة. اخترنا لكم السيد محمود حسن، مؤسس وشريك في شركة البروج العقارية. بداية أسعد الله أوقاتك سيد محمود. أهلا فيك، الله يسعدك. يا أهلا وسهلا. حابين في بداية برنامجنا نتعرف على حضرتك أكثر ونعرف السادة المشاهدين من هو محمود حسن محفظ الأذكار. والله أنا شاب مصري زي كل الشباب المصريين وكل الشباب العرب عامة. كنت بحلم أن أنا أجي الإمارات أو أطلع أوروبا. جاي النصيب في الإمارات، جيت الإمارات زي أي حد بدأ من الصفر، شوية تحديات استمرارية لما الحمد لله ما شاء الله. سيد محمود، حابين نتعرف من وين اجتك فكرة تأسيس البروج العقارية وليه اخترت دولة الإمارات؟ أنا أؤمن بالله مستحيل، ودولة الإمارات دولة اللا مستحيل، فمن هنا جه التوافق بيني وبين الدولة. الإمارات بتطلع كل سنة تقريبا 49 ألف مليونير، ليه ما كنتش واحد منهم؟ صحيح؟ تسهيلات جدا لأي مستثمر موجود يقدر إن هو يستثمر في الإمارات، توجيهات الحكومة الرشيدة والشيوخ، تصنيف الإمارات الدولة رقم 3 في الاستثمار على العالم، فمين يلاقي كل الفرص دي ولا لا؟ أكيد. يعني جاءت الفكرة بعد ما شفت دولة الإمارات وعرفت دولة الإمارات، شفت الدعم والتسهيلات اللي قدمه الحكومة طبعاً، وقررت بعد ذلك يعني طبعاً تستثمر بالإمارات طبعاً طبعاً. طيب لو سألناك اليوم أيضاً سيد محمود، لا المستثمرين الجدد اللي حابين يجوا من خارج دولة الإمارات، شو بتحب توجه لهم نصيحة أو رسالة؟ من وين يبدأوا عشان يعملوا استثمار جيد واستثمار ناجح؟ حلو. عايز تعمل استثمار جيد وناجح، عليك بحاجتين في دولة الإمارات: تبقى صادق في التعامل وتستمر الاستمرارية. إذا أنت صادق هتوصل للناس، شعب الإمارات أطيب شعب ممكن تقابله في التاريخ. إذا أنت صادق معاه، وإذا أنت بتقدم خدماتك بالأسلوب وبالطريقة البروفيشنال، يعني بروفيشنال واي، يعني تقدر توصل للناس وتقدر تنجح. إذا أنت ماشي في شغلك بدون أي تقدر تنجح. فهمت طبعا؟ صحيح. والاستمرارية أكيد. جميل. مش هيلاقي بيئة خصبة في العالم كله زي بيئة الإمارات إن هو يقدر يوصل فيها في أقل وقت ممكن. صحيح. اليوم يعني الإمارات العربية المتحدة أصبحت واجهة للعالم وعاصمة للعالم بالنسبة لموضوع السياحة والاستثمار، وهذا الشيء طبعا يعني من الخدمات اللي بتقدمها دولة الإمارات، البنية التحتية الموجودة. شو بيعني هذا للمستثمر سيد محمود؟ يعني كل هالخدمات المقدمة والدعم والتسهيلات اللي بتقدمها الحكومة. تعال انجح. توما بيقولك تعال انجح. كل حاجة موفرة لك، البيئة، بيئة العمل، عندك ما شاء الله 185 جنسية مختلفة. فين دولة فيها 185 جنسية عايشين مع بعض من غير ما صحيح؟ ثقافات مختلفة، تعامل مع عربي وتتعامل مع فلان وعلان، وجنسية مختلفة، ثقافة مختلفة، الكل متعايش والكل بينجح ايا كان الجنسية ايه. انت ممكن تقابل جنسية معينة ما شاء الله عليه ناجح، تقابل المواطن برضو ناجح. الميزة اللي في الإمارات إن مفيش فرق بين المواطن وبين الوافد، الاثنين واحد. صحيح. عندك فرصة للنجاح كمواطن وعندك نفس الفرصة للنجاح كوافد. صحيح. الكل سواسية طبعاً. والقانون طبعاً فوق الجميع طبعاً. يعني وأيضاً ابدأ. صحيح. فقط. صحيح. عليك أن تخطو الخطوة الأولى. صحيح. بس سيد محمود، اليوم ايضا ما شاء الله يعني القياده الحكيمه والرشيده في دوله الامارات العربيه المتحده بتوفر الامن والامان، هذا العنصر يعني شو بيعني شو بيعني لك كمستثمر اليوم بدوله الامارات؟ خلينا نحكي شو بيعني للمستثمرين اللي حابين يستثمروا. انت لما بتيجي دلوقتي تستثمر في دوله ما، اهم حاجه بتشوفها ايه الحاجات الاساسيه اللي هو انا بختار بناء عليها الدوله اللي انا رايح استثمر فيها؟
في الأمن والأمان، صحيح؟ أكيد. طيب، حكم القيادة الرشيدة في الإمارات الحمد لله أمن وأمان وخير ونعمة و... اللهم لك الحمد. بيئة استثمارية ناجحة، كمعيشة أنت فأمن. أنا بيتي ما بقفلوش بالمفتاح، بسيبه. وكثير ناس موجودين بدولة الإمارات ايه؟ ما بيقفل البيت، أنا واحد منهم كمان. طبعا طبعا. ففين أمن وأمان زي كده في العالم كله؟ ما بتلاقي للأمانة يعني. في ناس كثير يعني حكت بهالكلام وذكرت وقالت إنه يعني راحوا أوروبا، راحوا أمريكا، راحوا صحيح، ولكن لا يوجد أمن وأمان. الله يدوم النعمة كدولة الإمارات. آمين يا الله رب. الله يدوم النعمة. آمين. اليوم ايضا سيد محمود يعني القياده الحكيمه والرشيده اللي بتبذل كل هالجهود لتوفر الحياه الاجتماعيه الكريمه وايضا الارض الخصبه والجيده للاستثمار، هالقياده الحكيمه والحكام والشيوخ كيف بتحب تشكرهم؟ كيف بتحب توجه لهم رساله عبر شاشه سما الملك؟ طبعا كل الشكر للشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد وكل شيوخ الامارات. أنا عمري ما حسيت وأنا في الإمارات إني أنا مغترب، والحلم اللي حلمته من 10 سنين فاتوا الحين أنا بحققه، الآن أنا بوصل له فضل الله عز وجل ثم فضل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. كل السبل متاحة، طريق ممهد، عليك أن تبدأ، وأنا بدأت الحمد لله. أتمنى لك كل التوفيق سيد محمود، وإن شاء الله يا رب يعني إنه بنشوف أيضا يعني سيد محمود والبروج العقارية على مستوى العالم بإذن الله تعالى. مشكور. وهذا شيء يعني ليس مستحيل، لأنه لا يوجد مستحيل في قانون. لا يوجد مستحيل. رجال الأعمال. صحيح صحيح. سيد محمود، حابين أيضا نعرف السادة المشاهدين ب يعني كيفية التواصل مع شركة البروج العقارية. احنا شركة البروج للعقارات شركة عقارية ومطور عقاري في نفس الوقت بالاشتراك مع شركة الابراج للمقاولات. تقدر تزور الويب سايت تبعنا www.albruj.ae او اني عبر التواصل الاجتماعي على الانستجرام او الفيسبوك او عبر ارقام التليفون الارضي او تليفونات الموبايل. الحمد لله الشباب كثير موجودة يعني. ما شاء الله، يعني في سهولة بالوصول اليك. جدا جدا جدا. ما عليك انك تطلب البروج بس وخلاص. اذا اعزائي المشاهدين، سهوله في الوصول للبروج العقاريه، وايضا سوف تظهر كل وارقام الهواتف وايضا كيفيه التواصل لشركه البروج العقاريه اسفل الشاشه. في نهايه برنامجنا بنحب نشكرك جزيل الشكر على حسن الاستقبال وحسن الضيافه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا شكرا شكرا. ونامل بلقاءات اخرى اكيد. طبعا 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 طبعا. إذا أعزائي المشاهدين، إلى هنا ونختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم سما العين وعلى التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.